بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة مالتي عنوانها خليك في البيت ومارس رياضة المشي، تقديم الأستاذ الدكتورة حكيمة شاكر حسن، جامعة بغداد، كلية التمريض. تعتبر رياضة المشي من أسهل التمارين الرياضية للمحافظة على صحة الجسم وحيويته، لكن قبل أن نستعرض فوائدها لابد من ذكر الأخطاء الشائعة في هذه الرياضة لتجنبها. وهذه الأخطاء هي المشي بخطوات بطيئة جداً والتي لا تعمل على إثارة القلب، الإثارة الفسيولوجية، المشي بدون ارتداء حذاء لمزاولة المشي، المشي وارتداء الملابس الثقيلة والداكنة وخاصة في فصل الصيف، ارتداء الأحذية الخفيفة أو الأحذية التي لها كعب عالي بالنسبة للنساء، المشي مع تغطية الأنف والفم، تناول الأغذية الخفيفة أثناء المشي. هذه كانت كلها تعتبر يعني العادات الخاطئة وهي رياضة المشي. المشي هو رياضة المشي هو أحد التمارين الهوائية التي تحرك العضلات الهيكلية الكبيرة. كل الهيكلات العضلات الهيكلية الكبيرة تتحرك، مانح الجسم عدد من الفوائد الصحية المختلفة مع الحد من الآثار الجانبية، وتشمل هذه العضلات هي العضلات الرئيسية للساقين وعضلات الألوية الموجودة في الأرادف. ويعد المشي أحد أبسط أنواع الرياضة، إذ يمكن لأي شخص أن يمارسه في أي مكان، بالإضافة إنه لعدم عدم احتياج أي معدات، ما يحتاج برياضة المشي. فوائد المشي، المشي طبعا له فوائد: اتساع الرئة، تقوية العضلات، تلين المفاصل، تهدئة الأعصاب، تقليل الكوليسترول، تخفيف آلام الإصابات، إزالة الكرش، علاج عسر الهضم، زيادة نشاط الدورة الدموية. طبعاً هسه احنا كل هسه حنحكيها بالتفصيل فوائد المشي. هسه ممارسة رياضة المشي وعلاقتها بمرضى السكري. تحسن ممارسة رياضة المشي من عمل الأنسولين لدى مرضى السكري، ومن الممكن أن تحد من الحاجة إلى تناول الأدوية، وكذلك تخفف ممارسة الرياضة من التوتر والضغوطات والقلق، وتحسن من مستوى التركيز وتخفف من الشعور بالجوع. فتقليل السعرات الحرارية لدى مرضى السكري يجب ألا يقتصر فقط على تخفيف الوجبات أو استبدال السكر الأبيض بالسكر اللوز وتناول الأغذية الخفيفة تتدسم، بل يجب إدراج الرياضة جنبا إلى جنب، طبعا بعد موافقة الطبيب. تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، ترتبط سرعة المشي بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، بغض النظر عن عدد ساعاته، كما ترتبط التمارين الهوائية والجمباز بانخفاض ملحوظ في خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. بالإضافة إلى ذلك، فقد أشارت دراسة أولية أجريت على النساء ونشرت في مجلة جاما. هاي الدراسة شو تقول؟ إلى أنه مستوى النشاط البدني بما فيه النشاط البدني المعتدل الشدة والمدة مرتبط بالانخفاض الملحوظ في خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. طبعا دراسة أخرى، اكو اشارت دراسه صغيره هاي نشرت في مجله دايبيتك كير بعام 2016. هذه الدراسه اجريت على مجموعه من الاشخاص المصابين بالسكري
وزيادة الوزن ومن ذوي نمط الحياة الخاملة. أشارت إلى ممارسة المشي مدة 3 دقائق من المشي منخفض الشدة أو تمارين المقاومة البسيطة كل 30 دقيقة، هذا ساعد على خفض مستويات السكر والإنسولين في الدم لدى المصابين بالسكري. هاي الدراسة قالت إنه شافت إنه ذول المرضى اللي يمشون مدة 3 دقائق بمشي منخفض الشدة شافوا عندهم صار انخفاض مستويات السكر والإنسولين عند المرضى المصابين بالسكري. هسه عندنا هاي الفقرة الثانية اللي هي المشي وعلاقته بفقدان الوزن. فقدان الوزن هو أكثر ما يسعى إليه الكثيرين، أما للتخلص من السمنة أو للوصول إلى الوزن المثالي، وإذا كنا إحنا نرغب في كنت ترغب في الحفاظ على لياقتك البدنية وصحتك العامة، فمن المهم أن تمارس الرياضة بانتظام، رياضة المشي، ذلك لأن النشاط البدني يقلل من خطر تطور الحالات الصحية المرضية مثل أمراض القلب والسكري والسرطان، بالإضافة إلى أنه يساعدك على العيش حياة أطول وأكثر صحة. كما يمكن أن يكون التمرين مفيداً أيضاً لفقدان الوزن والحفاظ على وزن صحي ومثالي. يمكن المشي يمكن المشي أن يساهم في خسارة الوزن، ويعتمد ذلك على مدة المشي وشدته، بالإضافة إلى النظام الغذائي اليومي. يمكن للمزج بين الرياضة أو النشاط البدني والتغيير في النظام الغذائي بتقليل السعرات الحرارية المتناولة أن يعزز من خسارة الوزن بشكل أكثر فعالية من ممارسة الرياضة وحدها. كما تعد الأنشطة البدنية هي مهمة للتحكم في الوزن، إذ إنها تساعد في حرق السعرات الحرارية. من الجدير بالذكر إن الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة البدنية بشكل أكثر تحرق أجسامهم سعرات حرارية أكثر، وبالتالي فإن زيادة رياضة المشي يمكن أن يساعد على زيادة حرق السعرات الحرارية، كما أنه يمكنه من أن يقلل من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، ويعتمد حرق السعرات الحرارية على عدة عوامل منها الجنس والوزن. ويمكن أن يؤدي المشي لمسافة 160 كيلومتر إلى حرق ما يقارب 100 سعرة حرارية. يمكن للمشي والتمارين الرياضية الأخرى أن تساهم في الحفاظ على العضلات عند فقدان الوزن، إذ عادة ما يفقد الأشخاص العضلات إلى جانب دهون الجسم نتيجة لتقليلهم السعرات الحرارية وخسارتهم للوزن. استعد العمليات الأيض للعضلات أنشط مقارنة بعمليات أيض الدهون، وبالتالي قد يساهم المشي في التقليل من انخفاض معدل عمليات الأيض الذي يحدث عند فقدان الوزن، مما يسهل خسارة الوزن. وتساهم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بما فيها المشي في الحفاظ على خسارة الوزن، كما أنها تساعد على زيادة كمية الطاقة التي يحرقها الجسم يومياً وبناء المزيد من العضلات الخالية من الدهون، وبالتالي حرق المزيد من السعرات الحرارية حتى في وقت الراحة. إذ أشارت مراجعة نشرت في عام 2015 في مجلة عندنا لاكريداجن إلى أن المشي مدة 150 دقيقة أسبوعياً يحافظ على استقرار الوزن وثباته.
بس عندنا المشي وعلاقتي بآلام أسفل الظهر. يمكن القول بناء على العديد من الدراسات بأن النشاط الفيزيائي والتمارين الرياضية مفيد جدا في التخفيف من آلام أسفل الظهر المزمنة، ويعتبر المشي من الوسائل المتاحة بسهولة والرخيصة التي تعطي نفس الفوائد التي تعطيها التمارين الخاصة بتقوية عضلات الظهر، حيث إنه يقوي عضلات القدمين والساقين والورك والبطن والظهر. أثبتت عدة دراسات إن المشي يساعد على تخفيف الألم أسفل الظهر، ففي عام 2004 في مجلة العمود الفقري أكو دراسة استنتجت إن جلسة واحدة من ممارسة المشي يمكن أن تقلل من 10 إلى 50% من آلام أسفل الظهر. ووجدت دراسة أخرى عام 1993 إن 10 دقائق فقط من المشي يؤدي إلى انخفاض كبير في آلام الظهر. بس آلام المفاصل والمشي، ينصح الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل بممارسة التمارين منخفضة الكثافة اللي هي كالمشي للمساعدة على تحسين الحالة الصحية دون مفاقمة الآلام. وأشارت دراسة نشرت في مجلة الـ Annals of Internal Medicine إلى أن المشي وغيره من برامج تحسين اللياقة البدنية يمكن أن يساعد على تخفيف الآلام المفاصل وتخفيف تفاقم الأعراض. وبشكل عام ينصح الأشخاص المصابون بمشاكل في المفاصل باستشارة الطبيب قبل البدء بممارسة أي نوع من الرياضة. أشارت دراسة نشرت في مجلة الجورنال اوف بون اند مينرال عام 2004 إلى أن المشي معتدل الشدة في الهواء الطلق ساعة واحدة على الأقل ل4 أيام في الأسبوع مدة سنة كاملة له أثر بشكل إيجابي في كثافة معادن عظام العمود الفقري القطني لدى النساء اللواتي في فترة انقطاع الطمث المصابات بهشاشة العظام. أكو اعتقاد خاطئ يقول رغم أنك قد تعتقد أن ممارسة الرياضة قد تزيد من الآلام وتيبس المفاصل لديك، إلا أن هذا الأمر ليس كذلك. يمكن لعدم ممارسة الرياضة فعلياً أن تجعل المفاصل أكثر إيلاماً وتيبساً، ذلك لأن الحفاظ على العضلات والأنسجة المحيطة قوية أمر حيوي للمحافظة على دعم العظام لديك. يمكن لعدم ممارسة الرياضة أن يضعف تلك العضلات الداعمة مما يضع المزيد من الإجهاد على المفاصل. وفقاً لدراسة جديدة نشرتها مجلة علوم الروماتيزم المتخصصة أكد أخصائي الطب والجراحة أن الرياضة خير وسيلة لتخفيف الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل العظمي الذي يصيب الركبة، فقد وجد هؤلاء أن التمارين الأرضية كالمشي تخفف الآلام وتحسن القدرة على الحركة عند المرضى المصابين بالتهاب المفصل العظمي في الركبة، وهو أحد الأمراض المصاحبة للشيخوخة والتقدم في السن، ولكنه قد يظهر عند الشباب أيضاً، ويحدث عندما تبدأ المفاصل بالبلو والتحلل مع الزمن أو عند إصابتها بالتلف جراء الرضوض أو الجروح. وأشار الأطباء إلى أن أهم أعراض هذا المرض
تتمثل في آلام المفاصل وتصلبها، مما يعيق الحركة الكاملة ويسبب العجز، وغالبا ما يخضع المصابين بالتهاب المفاصل العظمي في الأوراق لعمليات استبدال الورك الصناعية. وكشفت النتائج بعد تحليل 9 دراسات تم فيها تتبع الأوضاع المرضية لحوالي 1633 شخص وعاداتهم الرياضية، عن أن الرياضة المعتدلة وخاصة المشي تؤثر إيجابياً على المفاصل وتخفف آلامها وتصلبها وتحسن الوظائف الحركية عند المريض بشكل كبير. التمرينات تقلل احتمالات الإصابة بهشاشة العظام. من ناحية أخرى، قال باحثون إن المشي لمدة 4 ساعات أسبوعياً قد يقلل بنسبة 40% احتمالات إصابة النساء بكسور الفخذ الناتجة عن هشاشة العظام. ومن نبأ صار للنساء اللائي يخشن مخاطر العلاج التكميلي بالهرمونات، خلصت الدراسة إلى أن مجرد المشي لمدة ساعة يومياً أو الجري ل3 ساعات أسبوعياً يقدم نفس الحماية التي يوفرها العلاج بالهرمونات ضد الإصابة بكسور الفخذ. تظهر الدراسات أيضاً أن المشي والجري يبطئان من فقد الكالسيوم في العظام، وهو من الأسباب الرئيسية لهشاشة العظام. وقال الباحثون في أحدث عدد من دورية المجلس الطبي الأمريكي أنهم درسوا أكثر من 61,000 امرأة تتراوح أعمارهم بين 40 و77 عاما، وخلص الباحثون إلى أن السيدات اللائي زاولن المشي أو الجري أو قمن بتمرينات مشابهة كن أقل عرضة بكثير للإصابة بكسور الفخذ على مدى 12 عاما. وقد يقلل العلاج بالهرمونات احتمالات الإصابة بهشاشة العظام، ولكنه يزيد احتمالات الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. توجد العديد من الطرق للحفاظ على اللياقة البدنية مع التقدم في العمر، فالمشي والسباحة من التمارين المهمة ذات التأثير المنخفض التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على حركة المفاصل وزيادة القوة دون ممارسة الضغط غير ضروري على المفاصل. في بشرى سارة لكبار السن ممن يعانون من آلام مفاصل تؤرق راحتهم، أكدت دراسة طبية حديثة إمكانية استفادة كبار السن من مزاولة رياضة المشي لمدة 45 دقيقة أسبوعياً في تخفيف حدة ما يعانونه من آلام التهاب المفاصل. ولاحظ الباحثون في نتائج دراساتهم أن مرضى روماتيزم الركبة الذين من عادتهم ممارسة المشي السريع بشكل يومي ولمدة تتجاوز 5 دقائق فقط تتحسن لديهم قدرات الحركة وتقل احتمالات حاجتهم في المستقبل إلى الخضوع لعملية استبدال مفصل الركبة تحديداً. ولاحظ الباحثون أن ذلك التمرين اليومي البسيط ولمدة 5 دقائق فقط قلل بنسبة 16% من اضطرار مرضى روماتيزم الركبة الكبار في السن إلى عملية استبدال المفصل. عرف الباحثون المشي السريع بأنه المشي الذي يخطو فيه المرء أكثر من 100 خطوة في الدقيقة، أي قطع مسافة 76 متر تقريباً مشياً في الدقيقة الواحدة،
أي أنه المشي السريع الذي يرافقه ارتفاع في نبض القلب. وضم فريق البحث في الدراسة باحثين من جامعة ديلاورو في نيوارك ومن جامعة مينوستا، وبالمتابعة لمدة 5 سنوات قيم الباحثون نمط عادة المشي لدى نحو 1000 شخص من كبار السن المصابين بروماتيزم الركبة، وتأثير إحلال مزيد من الوقت في ممارسة درجات مختلفة الشدة للمشي اليومي بدلاً من عدم المشي وتفضيل الجلوس. وأظهرت نتائج المتابعة ملاحظة أن إضافة 5 دقائق من المشي السريع يرتبط بنسبة 16% بتقليل الحاجة إلى جراحة استبدال المفصل. بس علاقة المشي والبصر. اقترحت نتائج أبحاث جديدة من جامعة كاليفورنيا اعتبار التمارين الرياضية وخاصة الركض والمشي السريع من طرق الوقاية من الكلايكوما أو المياه الزرقاء على العين. وحالة الكلايكوما هو عبارة عن مجموعة من المشاكل تسبب تلف العصب البصري، وأكثرها شيوعاً هي زيادة ضغط العين بسبب انفتاح زاويتها. وقد عرضت نتائج الدراسة في مؤتمر جمعية طب العيون الأمريكية الذي اختتم أعماله في نيورو أوريانز، وتبين أن ممارسة النشاط البدني بانتظام تقلل خطر الإصابة بالكلايكوما بنسبة 73%. وتفيد التقارير الطبية أن عدد المصابين بالكلايكوما حول العالم بلغ 64.3 مليون إنسان عام 2013، ويتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 101 مليون شخص عام 2040. وتصيب الكلايكوما الإنسان عادة ما بين عمر 40 و80 عاما، وهي من المشاكل التي تهدد فقدان البصر. وقد وجدت نتائج الدراسة أن ممارسة النشاط البدني المعتدل لمدة نصف ساعة 5 أيام في الأسبوع أو المشي السريع لمدة 7000 خطوة بالمعدل الأسبوعي نفسه يوفر حماية من الكلايكوما تصل إلى حوالي 73%. وأظهرت نتائج الدراسة أنه مقابل كل 10 دقائق من المشي السريع يومياً يقل خطر الإصابة بالكلايكوما بنسبة 6%. اقترحت نتائج أبحاث جديدة من جامعة كاليفورنيا اعتبار التمارين الرياضية وخاصة الركض والمشي السريع من طرق الوقاية من الكلايكوما أو المياه الزرقاء على العين. وحالة الكلايكوما عبارة عن مجموعة من المشاكل اللي تسبب تلف العصب البصري، وأكثرها شيوعاً زيادة ضغط العين بسبب انفتاح زاويتها. مشاكل البصر بعد التمارين الرياضية. عند الحديث عن مشاكل البصر بعد التمارين الرياضية يشار إلى أن التمارين الرياضية تمثل مصدر إجهاد للجسم، وهو ما يسبب منح نتائج إيجابية. وقد شاع بين الكثير اعتقاد بحدوث مشاكل البصر بعد التمارين الرياضية، تحديداً الدوخة، فقدان الرؤية. ويرى العديد من الخبراء أن ممارسة التمارين الرياضية بحد ذاتها لا تسبب الدوخة أو فقدان الرؤية، وقد يعزى حدوث الدوخة وفقدان البصر بعد ممارسة التمارين إلى انخفاض ضغط الدم أو انخفاض نسبة السكر في الدم. ويرى خبراء آخرون
وجود ارتباط بين بعض اضطرابات الرؤية وممارسة الرياضة، ويعزز ذلك إلى تحول ضخ كميات كبيرة من الدم في الجسم بعيدا عن الدماغ وعضلات العين. وتتمثل الاضطرابات المرتبطة بالرؤية في هذه الحالة بظهور وضمات الضوء الأبيض أو الضبابية أو مشاهدة ألوان مبقعة، وعند حدوث ذلك يترتب على الشخص التوقف عن ممارسة التمارين بشكل مؤقت إلى أن تعود حالة الجسم لوضعها الطبيعي. وهذا ما يمكن من السيطرة على مشاكل البصر بعد التمارين الرياضية. أفادت دراسة طبية ألمانية عن فائدة الجري الخفيف والرياضة لصحة العين والأمراض المتعلقة بضعف البصر، وخاصة أمراض ما يطلق عليه بالماء الأزرق الذي يحجب وضوح الرؤية. وقالت دراسة لقسم صحة وأمراض العين في جامعة ماكس بلانك للعلوم الطبية والطبيعية بالتعاون مع الجمعية الألمانية لطب العيون أن ارتفاع ضغط الدم وازدياد مستوى الدهون الكوليسترول بجسم الإنسان أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ضعف البصر. وبينت رئيسة قسم علوم طب العيون في جمعية ماكس بلانك ماري لويزا برايتشوكوف في ندوة طبية في برلين أن قسمها العلمي وجد من خلال تجارب قام بها على بعض المرضى الذين يعانون من ضعف الأبصار أن رياضة الهرولة مفيدة للغاية لهؤلاء المرضى، وبالتالي عامل مهم لصحة العين. وأوضحت إبراتوكو أنه عندما يهرول الإنسان بشكل سريع تصعد درجة الحرارة وضغط الدم بشكل كثيف، إلا أنها تهدأ تدريجياً، الأمر الذي يؤدي إلى نقاوة العين وصحة البصر بشكل أفضل. ناصحة أولئك الذين يستخدمون النظارات الطبية بخلعها أثناء مزاولة الهرولة لتمكين الهواء النقي من الدخول إلى العين ومساعدتها على خروج العرق الشبيه بالدموع، الأمر الذي يسهم بتخفيف الضغط الداخلي للعين وخاصة ضغوط الرؤية. مضيفة إن ممارسة رياضة المشي والهرولة لمدة نصف ساعة مرتين يوميا مفيد تماما للصحة، إضافة إلى تقوية حاسة السمع. بس علاقة المشي بالحالة النفسية، طبعا أشارت دراسة نشرت في مجلة البريتش ميديسن جورنال عام 2016 إلى أن المشي يمكن أن يحسن النوم. فقد أدى مشي المشاركين في الدراسة 10,000 خطوة بشكل يومي مدة 4 أسابيع إلى تحسين مؤشرات جودة النوم وزيادة عدد ساعات النوم وتقليل مدة كمون النوم، وهو طول الفترة الزمنية اللازمة للانتقال من مرحلة اليقظة للنوم. طبعا يثبت العلماء من خلالها أن المشي يطور لدى الإنسان القدرة على التفكير الإبداعي. فهذه دراسة علمية جديدة لجامعة ستانفورد، هذه شافت أنه نسبة 60% أو تستمر القدرة نسبة 60% على التفكير الإبداعي، كان عندهم تفكير صار عندهم تفكير إبداعي وتستمر القدرة على هذا التفكير الإبداعي حتى بعد التوقف عن المشي. وقد كانت نتائج الدراسة مبهرة للباحثين، حيث تحسنت القدرات الإبداعية لدى جميع من مارسوا المشي. يعني هاي الدراسة شافت انه ذول الناس اللي مارسوا المشي صارت عندهم تحسن
بالقدرات الإبداعية لهم، على عكس الذين بقوا جالسين الظاهر ماخذين مجموعتين، مجموعة يعني ما يمارسون رياضة المشي ومجموعة مارسوا رياضة المشي، فشافوا المجموعة اللي مارسوا رياضة المشي صار عندهم تحسن بالقدرات الإبداعية بنسبة 60%، على عكس اللي بقوا جالسين. ولذلك فإن ممارسة المشي هو ضروري لتطوير الذاكرة وتنشيطها ومساعدة الدماغ على حل المشاكل، وبخاصة لمن يرغب باتخاذ قرار سليم. فإن المشي البلوغ أقصى يبلغ الإنسان أقصى درجات السعادة في هذه الحياة بممارسة رياضة المشي. الدراسة الجديدة لجامعة ليولو، يقول البروفيسور عندنا أوريون ميشيل فوردر أستاذ طب الأسرة في الجامعة المذكورة، يقول هذا البروفيسور إيش يقول؟ يقول عندما نمشي عبر الأماكن الطبيعية فإن مستويات الكريات البيضاء في الدم تزداد، وفي الوقت نفسه تنخفض مستويات هرمون الإجهاض الإجهاض بالدم، كما ينخفض عندنا ينخفض ضغط الدم وينخفض معدل ضربات القلب. وإذا أردت أن تتخلص من الآثار السلبية للجلوس الطويل أمام الكمبيوتر أو التلفزيون فما عليك إلا أن تبدأ بممارسة رياضة المشي، وهذا النظام سوف يساعد خلايا دماغك على العمل بكفاءة أعلى وسوف يمنحك سعادة أعلى أكثر. طبعاً الاضطرابات النفسية اللي تغزو العالم اليوم بسبب تراكم المعلومات وسهولة التواصل ونقل الأخبار من جهة، ومن جهة ثانية بسبب المشاكل الاقتصادية ومشاكل البيئة وبسبب بعد الناس عن القيم الروحية، ولذلك لابد من البحث عن أسلوب حياة جديدة يمنع هذه الاضطرابات النفسية ويخففها. إنه أسلوب المشي، فهذه دراسة علمية أثبت الباحثون من خلالها أن هناك علاقة وثيقة بين ممارسة النشاطات البدنية مثل المشي وبين الوقاية من الاكتئاب، حيث أثبتت دراسات كثيرة أجريت على مدى أكثر من 100 عام أن المشي هو علاج فعال للاكتئاب، ولكن بشرط أن يكون المشي منتظما ويمارسه المريض في أوقات الصباح أو المساء. هناك دراسة نشرت في مجلة البريفنتيف ميديسن عام 2005، هذه طبعاً الدراسة أشارت إلى أنه المشي فترة طويلة بما يقارب 30 دقيقة يومياً أو على فترات قصيرة بما 10 دقائق 3 مرات باليوم بشكل ملحوظ، ولكن المشي بفترات طويلة كان أكثر فعالية في حسن من السعر القصوى يحسن السعر القصوى من الأكسجين وتقليل نسبة الدهون في الجسم والتوتر والقلق واضطراب المزاج الكلي وزيادة نشاط الجسم. أفادت أكو دراسة أمريكية حديثة أفادت هذه أن ممارسة الأنشطة الرياضية الخفيفة مثل المشي على مهل يمكن أن يعزز الصحة النفسية ويعزز المزاج ويحارب الاكتئاب. هاي دراسة طبعاً أجراها جامعة كونكيت الأمريكية ونشروا نتائجها بمجلة اسمها Journal of Health Psychology. للوصول إلى نتائج الدراسة تابع الباحثون تابعوا 419 شخص في منتصف العمر، وتم رصد النشاط البدني لكل شخص على مدى 4 أيام باستخدام مقياس التسارع الذي ارتداه المشاركون على الوركين.
بالإضافة إلى ذلك استكمل المشاركون استبيانا حول حالتهم النفسية ومستوى الاكتئاب ومدى تأثير ذلك على أنشطتهم اليومية. ووجد الباحثون أن البالغين الذين لا يمارسون أي نوع من الرياضة لديهم مستويات أعلى من الاكتئاب، مما يدل على أن نقص النشاط البدني يضر بالصحة النفسية. في المقابل أثبتت النتائج بأن النشاط البدني الخفيف أو المشي على المهل يحسن المزاج والحالة النفسية ويقلل مستوى الاكتئاب. وقال قائد فريق البحث الدكتور بيث تايلور أستاذ علم الحركة في جامعة كونكيت أن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن الأشخاص لا يحتاجون لدفع المزيد من المال في صالات الألعاب الرياضية من أجل الحصول على فوائد الرياضة، وأضاف أن مجرد الخروج في نزهة وممارسة رياضة المشي البطيء يحسن الحالة المزاجية ويكافح الاكتئاب. وكانت دراسة أخرى أكدت أنه رياضة المشي تقلل من خطر إصابة كبار السن بمرض الزهايمر، حيث تزيد من إمداد المخ بالدم الكافي لعمل منطقة الإدراك بالدماغ. أما الطلاب والمشتغلين في البحث العلمي أو الذين يعملون في مجالات فكرية مثل أعمال برمجة الكمبيوتر أو التأليف أو التخطيط، فهؤلاء سوف يقدم لهم المشي خدمات مجانية لتنشيط الذاكرة لديهم ورفع القدرات الفكرية والقدرة على معالجة المعلومات. العلماء يؤكدون أن المشي لمدة 150 دقيقة في الأسبوع موزعة على 5 أيام معدل 30 دقيقة لكل يوم يعتبر فعالاً للحفاظ على وزن مثالي وكذلك التخلص من أمراض القلب والأوعية الدموية وتخفيف الاكتئاب، بالإضافة إلى التخلص من الكوليسترول الضار في الجسم. هسه وصلنا إلى المشي وعلاقته بصحة الرئة. ممارسة الرياضة تساعد على تحسين صحة الرئة وتقويتها، ويمكنك ممارسة أنواع مختلفة من التمارين لتقوية الرئتين، ومنها الجري أو المشي أو القيام بأي نشاط آخر يتضمن رفع معدل ضربات القلب والتنفس بشدة. نصح بالمشي لمدة 20 دقيقة على الأقل يومياً مع التنفس بعمق، فهذا يضمن تقوية الرئتين وخاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة لمشاكل الرئة والجهاز التنفسي. ويجب ممارسة المشي الصحيح عن طريق رفع الرأس والكتفين بحيث يكون الجسم ممشوقاً، فهذا يمنع انقباض القفص الصدري خلال المشي. نصحت الجمعية الألمانية لأمراض الرئة والطب النفسي التنفسي والطب التنفسي المصابين بأمراض الرئة المزمنة بالمحافظة على نشاطهم البدني وممارسة الرياضة بصورة منتظمة. وأوضحت الجمعية الألمانية أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الحالة الصحية للمريض، وعلى العكس تؤدي قلة الحركة إلى تفاقم المرض وزيادة فرصة الوفاة. وأشار الأطباء إلى أنه يلزم المحافظة على النشاط البدني المنتظم في حالات المراحل المبكرة من المرض، وكذلك مرضى الانسداد الرئوي المزمن المعروف باسم رئة المدخن COPD. أضافت الجمعية الألمانية أنه نتيجة للحاجة الزائدة إلى التنفس يتجنب كثير ممن يعانون من هذه الأمراض المجهود ويفقدون لياقتهم البدنية بشكل سريع،
وعلى عكس ذلك فإن المشي السريع لمدة 15 إلى 30 دقيقة يوميا يؤدي إلى تحسين الحالة الصحية للمريض. أفادت دراسة إسبانية جديدة إن الرياضة وخصوصا المشي تفيد الأشخاص المصابين بأمراض رئوية معجزة، ومنها المرضى الانسداد الرئوي المزمن. وقد تبين أن المرضى المصابين بهذه الحالة ممن يمشون لمدة ساعة واحدة يوميا يحتاجون إلى دخول المستشفى بنسبة أقل من المرضى غير النشيطين بحوالي النصف. أكدت الرابطة الألمانية لعلاج أمراض الرئة أن ممارسة الرياضة تعد بمثابة طوق النجاة لمرضى الانسداد الرئوي المزمن، إذ تحول دون تدهور حالتهم الصحية وتقلل من فرص احتجازهم في المستشفى. ولتحقيق هذه الفوائد أوصت الرابطة المرضى بممارسة رياضة المشي بمعدل يتراوح بين 3 إلى 6 كيلومترات يوميا، أو ممارسة الأنشطة البدنية بمعدل لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيا. وأشارت الرابطة إلى أن مرضى الانسداد الرئوي المزمن عادة يشعرون بضيق في التنفس بعد بذل مجهود بدني قليل، لذا يميلون غالبا إلى الراحة وعدم إجهاد أنفسهم قدر المستطاع، إلا أن ذلك يتسبب في تدهور لياقتهم البدنية تدريجيا، مما يقود لتراجع قدرتهم على الحركة. بالإضافة إلى ذلك، قد تتسبب قلة الحركة زيادة معدلات نوبات ضيق التنفس وإضعاف جهاز المناعة لدى المرضى، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى المسالك التنفسية التي تتسبب بسبب هذا المرض المزمن، مالت الانسداد الرئوي المزمن، الأمر الذي يستلزم تلقي العلاج في المستشفى. بس علاقة المشي بأمراض القلب، يمكن أن تقلل الأنشطة البدنية اليومية المنتظمة من خطر الإصابة بمرض القلب. تساعدك الأنشطة البدنية على التحكم في وزنك وتقليل فرص الإصابة بحالات أخرى قد تسبب ضغطا على قلبك، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري من النوع الثاني. إذا لم تكن نشيطا لفترة من الوقت فقد تحتاج إلى العمل ببطء نحو تحقيق هذه الأهداف، ولكن بشكل عام يجب أن تهدف على الأقل 150 دقيقة في الأسبوع من التمارين الهوائية المعتدلة مثل المشي بوتيرة سريعة، و75 دقيقة في الأسبوع من الأنشطة الهوائية القوية مثل الجري أو المشي السريع. حتى فترات النشاط الأقصر تقدم فوائد للقلب. إذا لم تستطع تلبية هذه الإرشادات فلا تستسلم. 5 دقائق فقط من الحركة يمكن أن تساعد، والأنشطة مثل البسنة، التدبير المنزلي، استخدام الدرج، كل هاي تحسب ضمن مجموع حركتك. لست مضطرا إلى ممارسة التمارين الرياضية بقوة لتحقيق فوائد، ولكن يمكنك أن ترى فوائد أكبر من خلال زيادة كثافة تمريناتك ومدتها ومدة تكرارها. يعني هاي الشغلات البسيطة البلبية اللي نسويها يمكن أن تعطي نتائج وفوائد كبيرة. تساهم ممارسة الرياضة البدنية بالحماية من الإصابة بأمراض القلب، ذلك لأن القلب الذي يتم تدريبه يكون غنيا بالأوعية الدموية، وبالتالي فإنه يستطيع تزويد الأنسجة التي تصاب بالاحتشاء بكمية من الدم كفيلة بمنع موت هذه الأنسجة. إضافة إلى ذلك، قد تكون هناك بروتينات في الخلايا الدي ان اي ينتجها الجسم على مستوى الحامض النووي للخلية القلب، قادر على حماية القلب من الأضرار
التي قد تنتج من نتيجة نقص الأكسجين، تساهم ممارسة الرياضة الهوائية في زيادة إنتاج هذه، وتعمل كعلاج جيني للقلب. كذلك هناك اكتشاف آخر في هذا السياق، وقد تم استنتاجه من الدراسات التي أجريت على الإنسان والحيوانات المختبرية، وهو أن ممارسة الرياضة الهوائية قادرة على تقليل تأثير الجهاز العصبي الودي في الجسم، السيمباثيماتيك نيرفس سيستم، وهو الجهاز الذي يعمل عندما يقع الجسم تحت تأثير ضائقة. هذا الجهاز مسؤول عن ارتفاع ضغط الدم، زيادة معدل نبضات القلب، يقوم بإنتاج كذلك في حالات الضيق يقوم بإنتاج الهرمونات الخاصة بحالات الضائقة في الجسم. يؤثر الجهاز العصبي الودي على القلب والأوعية الدموية بشكل سلبي، ويعتبر فرط نشاطه أحد عوامل الخطر الهامة التي تؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. تساهم ممارسة الرياضة الهوائية في زيادة إفراز الإدرينالين، وهو من هرمونات الجهاز العصبي الودي على المدى القريب، ولكنها تقلل من إفرازه على المدى البعيد. وهكذا يساهم التدريب البدني بخفض ضغط الدم و بقلة نبضات القلب وتقليل مستوى الالتهاب في الجسم، بالإضافة إلى الحد من قابلية الأوعية الدموية للانسداد، الأمر الذي يمكنه من منع حدوث النوبات القلبية واضطرابات نظم القلب القاتلة. في أحد الأبحاث التي تم نشر نتائجه في مجلة جمعية الطب الأمريكية اللي هي American Journal of Medicine، اللي أجري هذا البحث على 9000 مريض الذين أصابوا في السابق بنوبة قلبية، تبين أن ممارسة الرياضة البدنية في إطار برامج التأهيل القلبية نجحت في منع معظم حالات الوفاة نتيجة الإصابة بنوبة قلبية أخرى، كما أن ممارسة الرياضة حسنت جودة حياة مرضى القلب وإيذائهم في خلال القيام بالمهام اليومية. هسه طريقة المشي الصحيحة، أن تحويل المشي العادي إلى مشي صحي يتطلب الوقوف بوضعية مناسبة والقيام بحركات معينة ذات معنى كالتالي. بعد ما ذكرنا طبعا هسه فوائد، احنا بدنا نذكر طريقة المشي اللي هي الصحية. المشي الصحي، المشي الصحي هو شنو؟ رفع الرأس والنظر إلى الأمام وليس إلى الأرض، استرخاء الركبة والأكتاف والظهر وعدم جعلهم منحنيين إلى الأمام، تحريك الذراعين بحرية مع انحناء بسيط بالمرفقين، مع العلم بأن حركة الذراعين تأتي من الكتف وليس من المرفق، شد عضلات البطن والحرص على استقامة الظهر بشكل مناسب، مراعاة مرونة حركة الركبة وعدم تحريك الساق والفخذ معا، المشي بسلاسة مع جعل كعب القدم يلامس الأرض أولا ثم الأصابع. إرشادات عند المشي: اختيار حذاء مناسب وداعم ذي كعب متين وبطانة مرنة وسميكة لامتصاص الصدمات ولا يسبب تقرحات في الجلد. إذا كان المشي إلى طريق العمل فلا بأس بارتداد ملابس العمل المعتادة وارتداء ملابس مريحة ذات ألوان زاهية عند المشي ليلا خارج المنزل. اختيار المكان المناسب: إذا كان المشي بالخارج فينصح بتجنب الطرق الوعرة ذات الأرصفة المتصدعة والحفريات، وإذا لم يكن الجو مناسب للمشي فينصح بالذهاب للأماكن المخصصة للمشي مثل الأسواق.
إذا كان المشي لمسافة طويلة فينصح بإحضار بعض الماء والوجبات الخفيفة وملابس احتياطية ومنتج واقي من أشعة الشمس وقبعة للحماية من الشمس. التسخين الأحماق ويعني البدء بالمشي البطيء لمدة 5 إلى 10 دقائق لتسخين العضلات وتهيئة الجسم للرياضة. التبريد ويعني إنهاء المشي عن طريق تخفيف السرعة لمدة 5 إلى 10 دقائق لتهدئة العضلات. تمارين الشد الاستطالة، يمكن القيام تمارين شد العضلات بعد التسخين أو بعد التبريد. نصائح لمرضى السكري قبل البدء بالمشي: تنظيم وقت أخذ العلاج أوبر الإنسولين أو الأدوية، الامتناع عن حقن الإنسولين في عضلة الفخذ لأن الرياضة بشكل عام تجعلها تمتص الإنسولين بسرعة فائقة. التحقق من مستوى السكر في الدم قبل 15 دقيقة من ممارسة المشي وبعدها ساعة. تجنب ممارسة رياضة المشي عند ملاحظة ارتفاع غير اعتيادي في سكر الدم. ينصح للأشخاص المعرضين لهبوط مستوى السكر في الدم باصطحاب شخص للإسعاف في حالات الطوارئ. تنظيم أوقات وجبات الطعام لتجنب انخفاض السكر، حيث أن الشخص سيبقى معرضا للانخفاض في أي لحظة لمدة تزيد على يوم بعد ممارسة المشي. نصائح لمرضى الربو قبل البدء بالمشي: يعد المشي وسيلة رائعة لمرضى الربو حيث يساعد على توسع الرئة والاسترخاء، كما ينصح بالتالي: استخدام جهاز الاستنشاق قبل البدء بنصف ساعة على الأقل، أخذ جهاز الاستنشاق لحالات الطوارئ، الحرص على تمارين الأحماق قبل المشي، تجنب المشي في المناطق ذات الهواء الملوث، تغطية الوجه بوشاح أو قطعة صوف عندما يكون الهواء بارداً. المشي بكبار السن: يجب تأمين المكان المخصص للمشي بحيث يكون آمناً والأرضية مسطحة غير شاقة، ومناقشة أي احتياجات معينة قبل البدء بالمشي. تحذيرات أثناء ممارسة المشي: يجب التوقف عند الشعور بدوار أو الإرهاق الشديد أو صعوبة التنفس. يجب البعد عن مزاولة رياضة المشي تحت الشمس مباشرة. تجنب مزاولة المشي بدون مرافق عند الإصابة بالأمراض المزمنة. يجب الانتباه للطريق أثناء المشي لتفادي السقوط. تجنب الأكل أثناء المشي أو بعد مباشرة لتفادي الاضطرابات في عملية الهضم. يجب شرب الماء باستمرار وعلى دفعات أثناء المشي وبعدها. علامات المشي الجيد: المشي الصحيح يعني أن تقطع 3 ميال في الساعة، المل يعادل 1600 متر أي كيلو متر ونصف تقريبا، ويعني الهرولة وليس التنزه، ويمكن الاستعانة بتطبيقات الأجهزة الذكية لحساب المسافة المقطوعة. متى تجب استشارة الطبيب؟ يجب استشارة الطبيب بالمشي للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، للأشخاص المصابين بأمراض السكري، للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، للأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن. لقد وجه النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نصيحة لنا في زمن لم يكن أحد يدرك شيئا عن فوائد المشي، فأكد في عدد من الأحاديث الشريفة على أهمية المشي للمساجد في أوقات الصلاة، فقال: إلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. رواه مسلم. وتأملوا معي هذه العبارة الرائعة التي أطلقها النبي الكريم قبل 14 قرنا عندما لم يكن أحد يدرك فوائد المشي وأهميته، فقال: وكثرة الخطأ إلى المساجد. فهذا
من أهم الأعمال التي تقرب المؤمن من ربه ويجعله رفيقاً للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وليس هذا فحسب، بل هناك فوائد دينية كثيرة كما رأينا تشمل التمتع بصحة نفسية وجسدية أفضل. ولا تنسى أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نمشي في الأرض، فقال بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، سورة الملك. وهذا يدل على اهتمام الإسلام بهذه الرياضة التي جعل منها جزءا أساسيا من نظام حياتنا، فالحمد لله على نعمه، على فالحمد لله على نعمة الإسلام. وشكرا، وشكرا على تسمعكم. شكرا دكتور. دكتورة حكيمة تسمعيني؟ اي تفضلي. دكتورة حكيمة، أنا كنت أتصور لأن عنوان الورشة خليك بالبيت، يعني حضرتك تشجعين على رياضة المشي بداخل المنزل وليس خارج المنزل، ترى المحاضرة كانت كلها خارج المنزل، صح لو أنا غلطانة؟ لا، هي فوائد المشي يعني بصورة عامة تصور أنه لأن إحنا دائما نسمع يعني شغلنا بداخل البيت وحركتنا داخل البيت ما يعتبر رياضة، يعني هاي بالنسبة لبيوتنا، خصوصا هسه صار البيت أكثر المنازل هي عبارة عن 50 متر، يعني يطلع من هذا الغرفة يطب بالغرفة الثانية، فيعني أعتقد يعني بداخل المنزل خصوصا المساحات القصرية ما تعتبر يعني لا مو إحنا تعتبر رياضة. دكتورة وداد، إذا شفت السلايد اللي هو خاص بالرياض، رياضة المشي بأمراض القلب، كان واحدة من عندي السلايدات قلت قايل بالبداية إنه قايل يعني إنه هاي الأعمال الخفيفة اللي دا تمشيها بالبيت، البستنة، التدابير المنزلية، هذه أيضا تعتبر واحدة من الفوائد، مهمنة من فوائد المشي، بس ما يعتبروها رياضة يعني هسه أكثر يعني حضرتش اللي قدمتي هو المفروض هو خارج المنزل، يعني خارج المنزل بالهواء الطلق، اللي البحوث اللي حضرتك كلها عرفتيها ده يحكي على الهواء الطلق والمشي وال يعني اي هو ده يقارن يعني بين نوعين من الناس، ان الناس يعني اكثريتهم اللي يمارسون رياضة المشي، وبين اللي ما يمارسون، اللي ما يمارسون يعني قاعدين، فهو حتى الممارسة رياضة المشي حتى معناته الأعمال الخفيفة، فهو ده يقارنها من بالمدة يعني يقول نص ساعة مشي وبعدين 10 دقائق باليوم يمكن أنه تحسن كل جهاز. بس الأفضل يعني خارج المنزل الأفضل. شكرا دكتورة حكيمة. أي تفضل. هلا بيك، هلا وسهلا. شكرا دكتوره حكيمه، انت حقيقه تشابتر 2 كلها ريتشر ريفيو كلها قدمتيها يعني. هو دورت وين وقعت على رياضه المشي جبت خليته دكتوره. بالنسبه انا يعني حقيقه من العنوان انا اضم صوت الدكتوره وداد، احنا توقعنا انه نتيجه الظروف الان اللي دا تجبرنا على البقاء في المنازل انه وجدوا رياضات هي حركات بسيطه داخل المنزل نتيجه الظرف اللي نمر به، يعني انا شفت صورت بهذا الاتجاه يعني المحاضره، بس ما اعرف بعدين شو المحاضره يعني هاي خارج كورونا صارت يعني لانه هسه ممنوع الخروج، فلازم نلقي تمارين رياضيه داخل المنزل بسيطه حتى تعيننا. هذا واحد. اثنين دكتوره، بس دكتوره اكو دراسه يعني الله يرحمها امي خلصت الى طبعا هاي من باب الطرفه انه تقول هي البركه في الحركه، البركه في الحركه، فان شاء الله ما تحتاج بعود يعني هاي الكم، وانما هي البركه في الحركه، يعني هي الحركه هي 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 اساس الحياه. اي دكتور حسين، هي صحيح يعني باوع، ترى انا قريت يعني هوايه بحوث، هاي المحاضره ما يعني شفت البحوث، فهي كلها يعني تأكد انه على الحركه، يعني هي حتى هاي التمارين الرياضيه بالبيت هو يعتبرها رياضه مشي،
حتى التمارين الرياضية يعتبر هاي رياضة، فيعني نشجع احنا على الحركة مو على انه بس جلوس وعدم ممارسة الحركة. بعدين انطيت فوائد هاي الحركة بالنسبة للجهاز القلبي وبالنسبة للرئة وبالنسبة لالتهاب المفاصل وبالنسبة للبصر، وشفتوا يعني انه الحركة شلون انه تأثر من ناحية البليكلايكوما، المي الأصفر، المي الأزرق، ويعني من كل النواحي جبتها. حتى انه آخر شيء انه دورت بالمقاطع، شفت رحت على المقاطع، رحت على الأشياء الإسلامية، دار أربط رياضة المشي بالتاريخ، فشفت هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يحكي على رياضة المشي. هاي آخر شيء، الخطأ للمساجد. مساء الخير. أهلا وسهلا، هلا وبيك. بارك الله، شكرا جزيلا على هاي المحاضرة المهمة جدا طبعا، واللي هي لها علاقة بموضوع اللايف ستايل، والهسه ده يركز ال WHO ده تركز على هذا الموضوع، باعتبار احنا في وضع ايام كورونا، واللي ما يطلع اصلا لجماعة الهاوس وايف والطلاب اونلاين، واللي سدنتري لايف ستايل اقدر اختصرها، فهي هاي اللي تأثر بصورة عامة على الصحة العامة، ومن ضمنها ذكرتي صح، أنا أيدهم دكتور حسين ودكتور وداد، إن الموضوع أنا هم أثارني إنه خليك بالبيت، فمثل ما قلتي دكتورة، اللياقة البدنية البسيطة اللي تمارسها حتى المرأة عملها بالبيت، هي تعتبر رياضة صراحة، رياضة بس من نوع بسيط، هذا إحنا نعرفها physical activity، بس مستوى مو يعني خلينا نقول شد على الجسد، ولا وإنما يعتبر رياضة. فإذا نعتبرها هي كل حركة بالبيت مثل ما قلتي يا بركة هي رياضة، وزائدا لاحظ تغذيتنا، مو بس الرياضة هي اللي حتساعد الصحة العامة توصل إلى مستوى المطلوب، معها التغذية طبعا كلها صارت دليفري، بدنا نشوف احنا اللي قاعدين بالبيت اللي ضايج اللي ما يريد اليوم يسوي في شيء، كلها صار أكلات دسمة وأكلات الفاست فود، زائدا السترس موجود، فكلها مجموعها هي تشكل الصحة العامة، زائدا العادات السيئة النرجيلة والتدخين واللي احنا نمارسها حتى شبابنا، فهاي كلها مع الأسف ده تأثر على الصحة العامة. أشكرك دكتورة. عاشتيش دكتورة عايسن، بس اريد دكتورة عايسن انا اتجاب هذول هسه نرجيلة دليفري دكتورة دي فرفرون عليك، هو مع الأسف ده أشوف لهذا انا ده احكي كلش متألمة من هذا الموضوع، نرجيلة دليفري وحتى يعني كل الايج جروب ما له علاقة، مو بس الشباب، حتى يمكن الهزبن تجيب للوايف، الوايف تجيب لبتها، فصار هذا ما أعرف تمدن تطور تقدم من ضمن ما أعرف الفود جروب الضروري يعتبره، يمكن المجاميع التغذوية مع الأسف يعني ده أحكي بهالمستوى يعني صرنا هيجي مع الأسف. شكرا جزيلا دكتورة حكيمة على المحاضرة، وخصوصا الدعم يعني كانت مدعمة جدا بالبحوث السابقة، والأرقام كلش كانت يعني يشد فشي حلو يعني جيد. لكن بس احنا يعني الرياضة جدا مثل ما تفضلتي حضرتك فوائدها كلش يعني مهمة، المشكلة عندنا الأساسية هي يعني بالمحافظة على الهابت والأتيتيود، شلون يعني بقائها. فيعني يا ريت إذا أحد الزملاء يعني مثلا يطرح مثلا هذه الفكرة، يعني مستقبلا شلون واحد يحافظ على الاتيتيود والهابت مالت الرياضة. وشكرا جزيلا مرة ثانية لحضرتك دكتورة حكيمة. شكرا جزيلا، شكرا دكتورة. دكتورة بس بعد إذنك، يعني حقيقة هسه احنا بالسعودية منطقة، ويعني الناس يعني ما تتقبل واحد يركض بالشارع او يلبس رياضة، انا حقيقة بس ماية يعني هناك بس ماية جروبات ناس كبارية ختيارية شفتهم يهرولون او يسوون رياضة المشي، يعني بالعراق بس انا بالعراق في المحافظات ببغداد، بس يعني الناس العادات الاجتماعية والمادرسة احنا زلم ما يخلونها، فكيف ما اعتقد مرة تقدر هاي تحيز البس ماية دكتور حسين ما حد يشتري ترى دكتور بس تصدق لا تشرح دكتور وتمارس الهرولة.
حدائق موجودة مو بس بسماية. دكتور حسين، إذا شفت السلايدات اللي حول المشي وعلاقته بالدب بالحالة النفسية، يعني يقول إنه المشي بمهل، مهل يمكن أن